يا اهلا بكل حضراتكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه عندنا موضوعات وملفات كتير جدا قوي خالص هنتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا في الفقره دي، كابتن احمد سلامه، مهاجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق اللي دايما بنسعد بوجوده معانا، وان كان على فترات متباعده ومش هينفع كده يا ابو الكباتن. لا ان شاء الله ضربت غطس انت الفتره الاخيره بقى لك كتير. ان شاء الله نكون مع بعض دايما ان شاء الله. منورنا، اهلا بيك. صباح الخير، وانا سعيد جدا بالتواجد مع حضراتكم. ربنا يخليك. صباح الخير كابتن احمد. وزي ما كنا بننوه في الفقره الاخيره اللي فاتت، قلنا ان احنا هنتكلم معاك في ملفات كتيره جدا، بس اكيد هنبدا بطبعا القرارات الاخيره وكلمه كابتن محمود الخطيب اللي اعتقد لقت يعني رواج بشكل كبير جدا واستحسان بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، حتى الناس اللي مش اهلاويه بالمناسبه، الناس اللي بتفكر بالمنطق او بتستخدم المنطق في كلامها، اللي هم شايفين ان فعلا الاهلي اللي بيحصل له ده غير طبيعي، كانوا مبسوطين من القرارات الاخيره ومنها استكمال الدوري طبعا بالناشئين. فبدايه لو نبدا بالنقطه دي، هو يعني اللي هي شقين، يعني الشق الاول طبعا الكابتن الخطيب لما بيتكلم اكيد بيتسند لحاجات يعني هو حاطط ايده عليها بشكل واضح وصريح. الكابتن الخطيب قيمه كبيره جدا، اسطوره كبيره، اسطوره حقيقيه للكره المصريه والرياضه المصريه بشكل عام. بيلقى الكابتن الخطيب دعم كبير ومسانده كبيره من الجماهير المصريه على مستوى ان هو كان لاعب كبير، وعلى مستوى ان هو اداريا ناجح بشكل كبير جدا. الشق الثاني استكمال الدوري بالناشئين، انا شايف انه الناشئين كان لازم ياخد فرصه. يعني انا يمكن كنت بتكلم قبل قرار الكابتن الخطيب، قلت يعني خلاص، يعني انا شايف ان بعد مباراه فاركو انا قلت خلاص، انا يعني قبل الكابتن الخطيب ما يتكلم انا كنت بتكلم مع حد بنتفرج على الماتش، قلت كفايه لعب اللعيبه الكبيره اللي موجوده ويشوف بقى قطاع الناشئين شويه، يطلع 2 3 4 5 من الناشئين يكونوا نواه كويسه للفرقه ويكونوا مساندين بشكل كويس للفرقه في ظروف زي دي بالذات، ان احنا عندنا تلاحم مباريات بشكل كبير جدا، اللعيبه بتجهد جهد كبير جدا والمنتج منهم بيقل بشكل كبير، عندنا لعيبه عندها اصابات كتير جدا نتيجه تلاحم المباريات. فلما يكون عندك لعيبه ناشئين بشكل جيد واخدين الثقه، عندهم خبرات، يعني بيشاركوا بشكل مش متباعد او يعني بشكل قريب كل فتره بيكون لهم دور، اكيد بيكونوا اكثر جاهزيه. وانا شايف ان ده قرار جيد جدا. هو القرار ده كمان بيحمل اكثر من رساله، ان جيت للحق يعني، الى جانب اراحه المجهدين من اللعيبه بتوعنا، فانت بتبعت كذا رساله. اولا بتاكد على واقع وحقيقه موجوده بالفعل، وهي ان شباب النادي الاهلي بخير، احنا عندنا خط انتاج، عندنا مصنع لابطال مستقبليين وكلهم بدون استثناء كلهم زي الفل وجاهزين. دي رساله. الرساله الثانيه ودي ما تقلش اهميه عن الاولى، فكره ان لو في حد مقصر بشكل او باخر لسبب او لاخر لازم يكون فاهم كويس جدا ان في لحظه البديل هيكون موجود. بالظبط، هي دي يعني انا شايف ان ده برضو استراتيجيه محترمه جدا. عندك قطاع الناشئين بيتم يعني الاعداد ليه او الصرف عليه بشكل كويس جدا، او التجهيز ليه بشكل كويس جدا في قطاع الناشئين. قطاع الناشئين النادي الاهلي من اقوى القطاعات، يعني يعني انا كنت قريب في النادي الاهلي شفت استعدادات هايله جدا جدا، اللعيبه اللي متواجده لعيبه جيده جدا، عندهم اجهزه فنيه على اعلى مستوى، وعندهم يعني الاجهزه المعاونه اللي هو محلل الاداء والناس اللي هم التيم وورك او الناس المساندين للاجهزه الفنيه على اعلى مستوى بيتم اعدادهم بشكل جيد جدا. محتاجين فعلا الفرصه، يعني قرار جيد جدا من الكابتن الخطيب. يمكن زي ما بيقولوا كده رب ضاره ما فعل، يعني يمكن الدوري بعد شويه، لكن ممكن انت تكتسب مكتسبات تانية اهم من الدوري في الفتره دي، اللي هي كوادر بقى بالظبط، ان يطلع لك لاعبين ناشئين بشكل جيد يجيبوا لك بقى الدوريات اللي جايه يبني عليهم الفتره اللي جايه. يعني انا بطلع اصرف كتير جدا جدا عشان اجيب 3 4 لعيبه او 5 لعيبه يبقوا مساندين للفريق او يبقوا داعمين للفريق الفتره اللي جايه. انا ممكن اكتشف من اللاعبين اللي موجودين في الناشئين النادي لعيبه جيده جدا تقدر تقوم لي بالدور ده وتقدر توفر لي المبالغ الكبيره دي، وفي نفس الوقت انت عارف لعيب النادي بيكون عنده الحميه شويه والغيره شويه على الفرقه اكتر من اي حد. يعني اي حد بيدخل جوه النادي الاهلي بينصهر تلقائي، ولكن لاعبين النادي بيكونوا مختلفين شويه، بيكونوا ابناء النادي، متربيين بالمعنى الحرفي، متربيين بالظبط، طالعين عندهم نفس القيم والمبادئ ونفس الروح ونفس يعني انت عندك الشخصيه اللي هي شخصيه البطل طول الوقت. انا ما بلعبش على ما عنديش اي نتيجه غير المكسب طول الوقت، ويمكن ده اللي اثر شويه على يعني نتائج مستر موسيماني، ان هو في الفتره اللي كان موجود فيها
حاسس ان انا تحت ضغط طول الوقت، انا عايز اكسب طول الوقت. يعني هو ده جمهور الاهلي، هو ده النادي الاهلي، فانا ده اللي انا كنت بتكلم عليه. يمكن هو ما كانش عنده فرصه يشرك بعض الناشئين، كان بيقلق او بيخاف انه يشرك ناشئ او حاجه زي كده النتائج ما تتظبطش، عشان الفتره الجمهور كانت صعبه كمان، الجمهور ينقلب عليه، وهو كان بيراهن على الجمهور بشكل كبير. فكان طول الوقت عارف اللي هو بيلعب بالمضمون، اللي هم اللعيبه اللي خبرات كبيره، اللعيبه الامكانيات كبيره، اللعيبه ما كانش بيحب او ما كانش عنده حته شجاعه في حته ان هو يشرك لاعبين ناشئين بشكل كويس. ولكن ده كان ليه جانب ايجابي بعض الشيء، وليه جانب برضه سلبي. الجانب الايجابي انه كان حصد بطولتين افريقيا، امم افريقيا، وكمل في البطوله الثالثه، يمكن في المباراه النهائيه وكان لها ظروفها الكل يعلمها، كان ممكن ياخد الثالثه على التوالي. لكن هو كل بطوله احنا خسرناها ليها ظروفها والكل يعلمها الحقيقه. للاسف احنا يعني للاسف ان يعني الاهلي بيقابل فعلا ظروف سيئه جدا الفتره دي، اذا كان على مستوى التلاحم المباريات والمواسم. يعني حتى المواسم كمان بقت متلاحمه. يعني طب هل هي مواسم وضغوطات بس بصراحه كابتن احمد، ولا معلش خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه برضو في حاجات متعمده؟ خليني ادي مثال لما اروح للاخطاء التحكيميه الفجه مؤخرا، واجي اتكلم تحديدا هنا هنتكلم عن فاركو والتسلل اللي يعني المفروض ان اتقال عنه وهو مش موجود اصلا، ده بشهاده جميع الخبراء في المجال التحكيمي. فده ده ده, ده مثال يعني، عندنا امثله، عندنا كتاب ممكن نتكلم يعني مجلد. فمعلش في حاجات متعمده وفي حاجات غصب عن لعيبه ومجلس اداره والجهاز الفني للاهلي. فالصوره بس عشان تبقى واضحه، في ممكن شويه صعوبات، ضغوطات، اصابات، ولكن في امور غريبه عليها علامات استفهام. النقطه بقى هنا عشان ما نقعدش نتكلم في ده كتير، ما اعرفش هنتكلم فيه لغايه امتى، فكره هنا تطوير هذه المنظومه التحكيميه وكلايتنبرج، وخلاص ان هو وصل كمان امبارح تطوير هذه المنظومه، بتشوف ان ده كده هيحسن اصلا، ولا احنا دفعنا الثمن زي ما بتقالي الاهلي دفع الثمن وربنا يسهل بقى اصلا في اللي جاي؟ يعني لا، انا شايف ان هو اكيد خطوه كويسه انه يجي خبير بقيمه هذا الخبير، ان هو يعني طبيعي ان انت عندك قصور موجوده فنيه، ولو قلنا كمان ان احنا عندنا بعض الحكام بيميلوا باهواهم شويه، يعني بيحاولوا زي ما بيقولوا بيحتووا او بيحاولوا يعني يوازنوا الكفتين شويه يعني. لكن انا شايف ان هو ده في الكوره مش طبيعي يعني. طبعاً. انت يمكن اللي منجح الدوريات بره في اوروبا تلاقي الحكم بينسى تماما انتماءاته او اهوائه، وانا عندي دلوقتي حالات تحكيميه محدده، انا الحاكم الناهي فيها وانا الفاصل في المجال ده. طبعاً. فانا شايف ان هنا الحكام لازم يعني انا استبعد ان هي تكون متعمده، يعني لو متعمده تبقى مشكله كبيره جدا يعني. لكن ممكن حضرتك بتستبعد. طب امال هي ايه لما يبقى العين مجرده، لما يبقى الملايين، لما يبقى كل الخبراء التحكيمين ما حدش اختلف عليها؟ لا، هي ما فيش اختلاف عليها. انا حتى وانا كنت قاعد بتفرج على المباراه بعيني بس بدون ما يحط الخطوط اللي هي كانت داخله من جوه بطون اللعيبه دي، اللي هي ما لهاش علاقه بالخطوط اللي هي الطبيعيه بتاعت عشان تحكم الاوفسايد. لكن هو حاطط الخط بشكل مش مظبوط تماما. يعني ان لم يكن البيرس تاو متاخر عن اخر مدافع فهو مش متقدم عليه، يعني على نفس اللاين بتاعه. يعني في الحالتين مش اوفسايد. بالظبط، في الحالتين مش اوفسايد. يعني الجول صحيح 100% لا عليه اي غبار ولا اي جدال خالص، ولكن انا شايف انه الحكام عندنا للاسف يعني، وكمان في مباراه زي دي، مباراه بتلعب قصاد فاركو، فرقه منظمه دفاعيا كويس، فرقه هي المباراه دي بتبقى مباراه الهدف الواحد زي ما بيقولوا، يعني عشان تلغي الهدف ده فانت بتضر بفريق عنده طبعا هدف كبير جدا ان هو برضو اسعاد جماهيره وان هو واخد على البطولات. ما تعطلش فريق عنده اهداف كبيره وبيسعى عليها بشكل كبير، وفي نفس الوقت يعني في مباراة هو كمان عنده إصابات فيها كتير، يعني أو في وقت فيه عنده إصابات كتير، مش قادر إنه يعني
مفيش يعني حمل رفاهية يعني الأخطاء مفيش أصلا بالظبط يعني. مفيش عندك وقت أصلا إن أنت هتلغي جول هيجيب التاني والتالت أصلا بالزبط. الإصابات كتير والمشاكل كتير جوه الفريق. فأنا شايف إن هو يعني روح المنافسة للفريق بتقل أو الروح العامة للفريق بتقل نتيجة إنه مفيش منافسة بسبب الإصابات المتكررة طول الوقت الإصابات المتتالية نتيجة الإجهاد الكبير اللي تعرض ليه لبعض اللاعبين اللي كانوا بيشاركوا سواء في محليا أو إفريقيا أو على مستوى المنتخب. ففي لعيبه فعلا تاثرت بشكل كبير جدا جدا وتحديدا منطقه وسط الملعب يعني حمدي فتحي عندك عمرو السوليه عندك برضو محمد شريف شويه لما برضو يعني محمد شريف يمكن يعني مشكلته بتبقى مختلفه شويه انه يعني نفسيا مستر موسيماني ما كانش بيتعامل مع محمد شريف بشكل نفسي جيد يعني ما كانش بيساعده نفسيا كويس ان هو يتحط في الشكل ده في الفتره الاخيره انما في الاول كان العكس صحيح في الاول لكن هو انا شايف ان هو في الفتره الاخيره كان بيهاجمه كتير وكان بيحاول ان هو طول وقت يحط بيرستاو ويلمع بيرستاو على حساب محمد شريف. لا انا شايف انه محمد شريف بيرستاو لعيب جيد جدا وانا على المستوى الشخصي مقتنع بيه جدا يعني على العكس تماما ميكسوني بعيد في المستوى تماما عن مستوى النادي الاهلي او نوعيه اللاعب اللي النادي الاهلي يحتاجه يعني. ولكن بيرستاو لعيب جيد جدا ولعيب جاي لك من الدوري الانجليزي يمكن في بعض الاحيان مش محظوظ ولكنه خامه جيده جدا تقدر تستفاد منها ما عندناش مشكله فيه. طيب لكن انا شايف ان ده ما يمنعناش ان احنا برضو ولادنا اللي هم محمد شريف صلاح محسن الناس دي لعيبه جيده جدا تقدر تستفاد منها اكتر من كده بكتير. طيب انا عايز بس استاذنك يا كابتن احمد احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا سواء في النقطه دي ان هي برضو لسه فيها شويه تفاصيل محتاجين نتكلم فيها او في فكره ان اللي جاي وارد ان احنا نشوف فيه تغييرات بحيث ما نوقعش في نفس اللي وقعنا فيه وما يحصلش نفس اللي حصل. يعني هل وارد ان احنا نشوف الموسم او النسخه الجايه من الدوري العام المصري مثلا من دور واحد ولا لا؟ خلينا نقف هنا ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل. اتفضل. طيب احنا اكيد لازم لما هنيجي نتكلم في اي فقره كوره وفقره عن النادي الاهلي لازم هنتكلم في اللي فات والحالي بس لازم كمان نتكلم في اللي جاي. مش عايزين نقف كتير عند يعني الوضع السيء اللي بنمر بيه لاسباب خارجه عن ارادتنا والاسباب اكيد بارادتنا او يعني بسببنا احنا او احنا مسؤولين عنها ان صح التعبير. خلينا نتكلم في اللي جاي كابتن احمد كمان عشان ما ننساش ان احنا عندنا لسه ماتشات مهمه جدا وماتش الاتحاد باذن الله النهارده وبرده اختبار جديد لسواريش. ما نقدرش ان احنا نقول الحكم هيصدر بعد مباراه اليوم بحكم ان هو بقى له كذا مباراه يعني او مع الفريق بقى له فتره. لسه بدري تاني انا مع الراي ده جدا وحضرتك تتفق معايا هو لسه بدري للحكم على سواريش. مش عايزين ننسى الظروف الصعبه جدا اللي هو مسك فيها على غرار موسيماني اللي كان يمكن كل الظروف وقتها كانت يعني مسانده لوجوده مع النادي الاهلي. خلينا نبدا من هنا وماتش الاتحاد. هو ماتش الاتحاد ماتش مهم للفريقين يعني مهم للاتحاد لانه هو برده في موقف مش افضل شيء برده يعني هو 33 بونت وعنده خساره المباراه اللي فاتت وقصاد طلائع الجيش وفي نفس الوقت جمهور برضو يعني متذمر شويه لكن انا شايف ان هي مباراه يعني الفرقتين محتاجينها. الاهلي محتاجها عشان بالذات اللعيبه الناشئين اللي طالعين. انا كنت بس اتمنى ان هو مستر سواريش لما اول ما يجي على طول ويلاقي عنده كم من النواقص اللي موجوده بسبب الاجهاد والاصابات والحاجات دي كلها كان يلقي نظره على قطاع الناشئين على طول ده هو جاي على مستشفى حاجه اوتوماتيك. اه بالظبط يعني انت عندك قطاع عندك الفريق الاول الفريق الاساسي عندك فريق اساسي كامل فريق كامل اساسي كله مصاب كله قاعد عنده اصابات. فانا طبيعه تلقائي باجي بلاقي عندي عدد معين من اللاعبين لازم ادعم على طول بقطاع الناشئين لازم انزل على طول على قطاع الناشئين ابص بعينيا كده اشوف مين اللي ممكن احتاجه يكمل لي او يسد لي. بس ده كان اكيد الشق يعني المسؤول عنه الجهاز المعاون يعني مش سواريش تحديدا لان هو برده خلي بالك جاي لسه مش عارف قوي هو اكيد بيستكشف لكن طبيعي جدا انا كمدرب جيت لقيت عندي كم اصابات كبيره للعيبه اساسيه لازم ابص على طول اكيد الجهاز المعاون رشح ده اكيد برده انا اتوقع بالظبط هو ده رقم واحد. رقم اثنين انا دلوقتي لما ما استناش قرار مجلس اداره ان انا خلاص هلعب بقطاع الناشئين لا انا بكون عندي قناعه ان انا جيت عندي كم اصابات كبيره عارف ان هو واكيد مستر سواريش راح له يعني داتا كامله عن الحاله اللي عليها الفريق منذ فتره يعني قبل مثلا على الاقل من شهرين ثلاثه مثلا بالمباريات باللعيبه المصابه باللعيبه الجاهزه بالناشئين بالحاجات ده كان عنده كل الداتا دي.
فاكيد هو كان المفروض ياخد الخطوه دي. طب هو ما خدش الخطوه دي يعني، وتم ان خلاص خد الكابتن الخطيب القرار و والزم خلاص الجهاز الفني بصعود الفريق اللي هو القطاع الناشئين او مجموعه من الناشئين تكمل الفتره اللي جايه. فده قرار انا شايفه جيد جدا. انا شايف ان مستر سواريش لازم يستفاد من اللعيبه الناشئين دي على قد ما يقدر، لازم يبص عليهم كويس جدا عشان انت الفتره اللي جايه دي هتبني عليها بشكل كبير. يعني انا يعني في انديه ثانيه حطت رجل لاعبين ناشئين في الفريق بقوا لعيبه اساسيه خلاص بيتبني عليهم دلوقتي لعيبه خلاص، انت مرتاح كده، دي قطاع الناشئين بتوعك وفروا عليك استخدام لاعب ونزيف الاموال اللي بيحصل كل فتره بالظبط بالكميه الكبيره دي، وفي نفس الوقت مش بنفس شخصيه اللاعب ابن النادي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. ابن النادي ده واخد شارب الروح والشخصيه وعنده يعني عنده غيره على التيشيرت ده، يعني هو يعني فالموضوع مختلف تماما. لما تطلع لاعب او اثنين او ثلاثه من قطاع الناشئين ده حاجه كويسه جدا. مباراه الاتحاد انا شايفها مباراه زي ما قلت مباراه مهمه للفريقين. الاهلي طبعا مش هنتكلم علشان المنافسه، لكن نتكلم عشان كل اللاعبين اللي موجوده دي لازم يثبتوا نفسهم بشكل كبير جدا، لانه ما بقاش قدامهم وقت او ما بقاش قدامهم فرصه طبعا اكبر من الفرصه اللي هم بياخدوها دي. يعني بعد كده ممكن تلاقي استغناء، ده القدر لعب لعبته معاهم كلهم على فكره. الملابسات دي كان صعب حد يتخيل السيناريو ده ممكن يحصل بالظبط. احنا يمكن كل الانديه تبص تلاقي عندك على الدكه مجموعه لعيبه بره قاعده على الدكه كبدلاء، لعيبه كبيره ولاعيبه كلها اضافات جامده جدا وقاعده على الدكه. انت النادي الاهلي النادي الوحيد اللي الكاميرا الكادر بيجي على الدكه بره، ما فيش حد. انت حتى عايز تحط تدعيمات هجوميه او تحط لعيبه تغير نتيجه المباراه لو انت 0-0 او انت متاخر وعايز تتعادل وتحقق انتصار، ما عندكش نوعيه اللعيبه اللي تقدر تنفذ لك ده. فانا شايف ان مستر سواريش الراجل يعني معذور جدا، ما نقدرش نحكم عليه غير بعد اول توقف، وما فيش طبعا توقف لحد نهايه الموسم. فاحنا بنتكلم انه طبعا دي رؤيه مجلس الاداره. بس هو مش فاضل كتير، فاضل شهر تقريبا وحاجه كده بالظبط. ففي الوقت ده تقدر انت، ما اقدرش احكم عليه انا كحد مثلا متابع للكوره بشكل مثلا كمحلل طبعا او كناقد او كجمهور، الا اذا حصل توقف طلب اللعيبه بتاعته اللي هو محتاجها، عوده اللعيبه المصابه، بدانا نشوف شكل الفرقه، في تطوير للفرقه، اقدر اقول لك ده مدرب جيد او غير جيد. ولكن اكيد طالما تم يعني تم التعاقد معاه يبقى كده عنده سي في كويس، عنده فكر جيد. ولكن انا شايف انه يعني الفتره اللي جايه فتره هتكون جيده للنادي الاهلي، انه بدانا نحط ايدينا على النقاط المشاكل اللي عندنا. أيوة. بصرف النظر عن التحكيم انا شايف ان بنتعامل معاه بشفافيه بالظبط، لان ما فيهاش مشكله خالص ان احنا وارد جدا، مش كل الانديه بتفضل طول الوقت. يمكن النادي الاهلي من اعظم الانديه في العالم، مش اللي بتصمد لفترات بالظبط. يعني انت كل 10 سنين ولا حاجه انت عمال تاخد فيها كل البطولات، ممكن بتقع موسم مثلا ولا حاجه، وهو ده وارد جدا نتيجه كم الضغوط وكم بالظبط. طب بالنسبه للتحكيم اللي حضرتك كنت بتقول عليه، بالنسبه للتحكيم انا شايف لا، التحكيم لازم 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 الناس تركز اكتر من كده، لازم تحط الانتماءات والاهواء على جنب، لازم يقيموا العداله، لان هو انت مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى انك تقيم العداله. واي خطا تحكيمي ده بيبقى خطا او حاجه وحشه للمحكم. انا مش بتكلم هنا جنسيته ايه، انا بتكلم كفكره ان انا لما بخطا انا ده بيتحسب في السي في بتاعي، فانا بتضرر انا كمان. فيعني بالظبط انا شايف لو كمان فكرنا فيها كده، انا شايف انه كمان يعني في مباريات بتبقى زي كنت لسه بتكلم مع الاستاذ كريم دلوقتي، انه في مباراه الهدف الواحد، يعني مباراه انا عايزه انا النادي الاهلي مش في افضل حالاته، عنده اصابات، عنده حاجات، عنده مشاكل كتير، وبلاعب فاركو فرقه بتدافع بشكل كبير، وكل الفرقه بتلعب قصاد الاهلي بتدافع وبتقفل، وانت محتاج تجيب جول عشان تخلص. ففي الوقت ده لما تجيب الجول وتلاقي حكم بيصفر لك يقول لك ملغي، فانت بتقتل فيها نوع من القهر. انا متفق معاك جدا، ان شاء الله خير الفتره اللي جايه للنادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله الاعتماد على الناشئين اللي هيشرفونا واحنا واثقين في ده. كمان فكره هنا الاعاره، اللعيبه اللي في اعاره نشوف كده وضعهم عامل ازاي، احنا في حاجه ليهم اعتقد دلوقتي. أكيد. يعني في بعض الامور اللي اكيد هتتم في الفتره اللي جايه على ارض الواقع. بالنسبه لمجلس الاداره اعتقد ان هو بيتخذ يعني الاجراءات دائما، ما يتخذ الاجراءات السليمه لصالح النادي الاهلي. شكرا لك كابتن.
بالتوفيق جدا. بالتوفيق نورتنا جدا. وان شاء الله اللقاء اللي جاي بقى مع حضرتك يبقى في موضوعات اسعد حالا من اللي احنا بنتكلم فيها. انا جاي بعد احنا النهارده جايين يعني حزين شويه بس ان شاء الله اللي جاي كل مره باجي بيبقى بعد مكسب وانتصارات. اللي جاي ان شاء الله هيكون بعد مكاسب وانتصارات. نورتنا وبنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر. ربنا يخليك. مشاهدينا في كل مكان اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع وبمجرد العوده من الفاصل هكون هوند مع يعني الدكتوره دينا ابو سعود واللقاء حول موضوع اعتقد يهم كتير جدا من حضراتكم. خليكم معانا.